وينضم إلينا من رام الله بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني. مرحبا بك أستاذ بسام. اليوم العنوان العريض في الضفة الغربية استشهاد 14 فلسطينيا في مخيم جنين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية. هذا ليس التصعيد الأول من نوعه منذ 7 أكتوبر. هل الأمر مرشح للانفجار في الضفة أيضا؟ طبعا بدون شك. أولا المعركة هي معركة واحدة، الشعب الفلسطيني بأسره يواجه عدوان غير مسبوق من أجل تصفية قضيته الوطنية. هذا العدوان الإسرائيلي مستمر منذ سنوات طويلة وازداد بشكل صارخ للغاية مع هذه الحكومة الأكثر فاشية في عهد الاحتلال، وبإجراءات معلنة بالذهاب إلى الضم وإلى توسيع الاستيطان وإلى تغيير الواقع في المسجد الأقصى والقدس، بالإضافة طبعا إلى ما نشهد الآن من تطهير عرقي في قطاع غزة. نحن نعتقد بأن هذه الحكومة الفاشية مدعومة من الولايات المتحدة وتحالف الإنجلوساكسون يريدون أن يحسموا أمر القضية الفلسطينية بتصفيتها وفقا لحسابات الحكومة الإسرائيلية وأكثر متطرفيها صهيونية. ولكن في مقابل ذلك يجب القول أن الشعب الفلسطيني رغم كل ذلك يواجه هذا العدوان ويواجه المخاطر القائمة بصلابة شديدة، وإن يكن بخسائر وأثمان باهظة جدا من الشهداء والجرحى والأسرى كل يوم. نعم أستاذ بسام، يعني والأمر كذلك، يعني هل أنتم تتوقعون أن تتعامل الحكومة الحالية الإسرائيلية بقدر من التعقل نتيجة على الأقل ما نشهده من تصريحات من بايدن من الحكومات الغربية بضرورة خفض التصعيد ومنع المستوطنين من الاعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية؟ إذا أرادت الولايات المتحدة بالتأكيد أنها تستطيع أن تجبر إسرائيل على أشياء عديدة، ولكن يبدو أن هذه الرغبة أيضا ليست رغبة جادة، بمعنى أن الإدارة الأمريكية في أغلب الأحوال هي تتأقلم مع الطروحات الإسرائيلية وتجد التبرير والتسويق لها، والإدعاء في ذات الوقت أنها تسعى لتغيير سياسات حكومة إسرائيل. لو لم يكن هناك تواطؤ كامل من الإدارة الأمريكية لما تمكنت هذه الحكومة من توسيع الاستيطان، ولما استمرت حتى الآن في العدوان الوحشي على قطاع غزة. وبالتالي نحن لدينا شك كبير أصلا بأن الإدارة الأمريكية تلعب أي دور للوساطة، هي شريك فعلي للاحتلال ومعاملتها بغير ذلك هو خطيئة كبرى. ونحن نعتقد أن الواقع القائم على الأرض هو واقع مزدوج بين الشراكة الإسرائيلية الأمريكية الإنجلوساكسونية وبين المساعي المستمرة لمنع المؤسسات الدولية من أن تلعب دورها في وقف العدوان الإسرائيلي. وبالتالي الولايات المتحدة تدعم إسرائيل على الأرض وتحصنها في الساحة الدولية إزاء الانتقادات والمواقف الدولية المختلفة. طبعا تابعنا مشاهد شهيرة وتابعها العالم عندما قام الوزير اليميني المتطرف بن غفير بتوزيع الأسلحة على المستوطنين في الضفة الغربية. تابعنا أيضا توزيع منشورات تدعو سكان الضفة إلى النزوح من الضفة إلى الأردن. برأيك ما الذي يمكن فعله أمام هكذا تصعيدات من قبل المتطرفين الإسرائيليين وخاصة أنهم في الحكومة؟ هناك الكثير مما يمكن فعله. الأمر الأول هو ضرورة يعني توحيد الساحة الفلسطينية. دعني أشير هنا بوضوح شديد إلى أن لا توجد معركة منفصلة في غزة عما يدور في الضفة، والعكس صحيح. هناك معركة شاملة ضد الشعب الفلسطيني، ويجب أن تواجه أيضا بإرادة شاملة وموحدة من كافة القوى والفصائل الفلسطينية ومن كافة أبناء شعبنا. هناك مهمة عاجلة للتواصل
بين كل المستويات القيادية الفلسطينية من أجل أن يكون هناك توحيد للجهد الفلسطيني، توحيد للعمل الفلسطيني، أن يرفض هذا الادعاء الذي تسير به إسرائيل وأمريكا لدعشنة حماس أو لخلق مزيد من التناقضات في الساحة الداخلية. منظمة التحرير يجب أن تلعب هذا الدور وأن يتم بشكل فعال التواصل والدعوة للقاءات عاجلة تضم كافة القوى الفلسطينية بما في ذلك بطبيعة الحال حماس، وأن يكون هناك تفاهم على كل المعالجات الراهنة واللاحقة للأزمة القائمة وللصراع القائم حاليا. الوحدة الوطنية هي مفتاح الأساسي لانتصار الشعب الفلسطيني ولمواجهة المخاطر القائمة سواء في غزة أو في الضفة الغربية. الأمر الثاني بطبيعة الحال أن هناك وحدة ميدانية يمكن أيضا أن تلجم قطعان المستوطنين والجيش وأن يجري توسيع حالة العمل الموحد والمشترك في مواجهة العدوان في أي قرية أو مدينة بالوسائل التي يستخدمها الشعب الفلسطيني منذ سنوات طويلة بما في ذلك في المقاومة الشعبية وفي أشكال الحراسة واللجان الشعبية والعديد من الذخر الكفاحي الطويل والممتد لدى شعبنا في كل مراحل المواجهة السابقة. الأمر الثالث والمهم هو أن القضية الفلسطينية بالأساس هي قضية تحرر وطني، وأنه آن الأوان من أجل أن يفتح هذا الملف. طبيعي جدا أن هناك أولوية أساسية بوقف العدوان ووقف إطلاق النار، ولكن يجب القول أن المعركة التي فتحت وحجم الضحايا الكبير الذي يدفع الشعب الفلسطيني وحجم التحدي أيضا الذي يواجه به الشعب الفلسطيني الاحتلال وهذا التضامن الدولي الهائل معه يجعل سقف القضية القائمة أعلى من سقف وقف العدوان ووقف إطلاق النار، ويجعله بوضوح باتجاه إنهاء الاحتلال. ولذلك هناك ترابط كبير بين قضية إنهاء الاحتلال حيث توضع على جدول الأعمال الدولي وبين وقف العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني. والمسألة الأخيرة بهذا الصدد أنه خصوصا في ظل الحديث عن ما يسمى اليوم التالي ومستقبل غزة وغيره، اليوم التالي هو في الضفة وليس فقط في غزة، وبالتالي المستقبل هو مستقبل واحد، لا يوجد شيء لغزة وشيء للضفة. إما أن يكون هناك تقدم حقيقي لإنهاء الاحتلال وبالتالي آلية قيادة داخلية فلسطينية للضفة والقطاع بما في ذلك القدس، أو أن يكون هناك واقع احتلال كامل على الضفة والقدس وبالتالي وغزة وبالتالي يتم مواجهة هذا الاحتلال. طيب. لا يمكن الحديث عن مستقبل مختلف ومنفصل لقطاع غزة. سأعود إلى هذه النقطة لأسألك عنها أستاذ بسام، لكنك أشرت إلى التضامن الشعبي الدولي مع الحق الفلسطيني، وكنا نعرض الآن في جانب من الشاشة مظاهرة في نيويورك نعرضها الآن، مظاهرة تأييداً للحق الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الهمجي الذي تقوم به إسرائيل ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، والذي راح ضحيته أكثر من 10,000 شهيد. في هذه اللحظات هناك تجمع لمؤيدي القضية الفلسطينية في نيويورك. أعود إلى هذه النقطة التي أشرتم إليها أستاذ بسام الصالحي، وهي الطروحات التي تتردد منذ أيام حول اليوم التالي لنهاية الحرب، ويعني جميعها يركز على قطاع غزة، كيفية إدارة القطاع، كيفية شكل الحكم، اقتراحات ب دخول قوات أممية إلى داخل القطاع، كل ذلك بمعزل عن الحديث عن الضفة. أنت الآن تشير إلى أن الأمر لابد وأن يشمل الضفة أيضا، هل تعتقد بأن ما يتم طرحه فيه نوع من الخبث في الطرح من الطارحين؟ بدون شك. أولا يعني هذا الاستعجال بوهم أن الأمور حسمت في غزة وأن هناك حكم جديد سيأتي، وكل هذا في اعتقادي أن هذا وهم يجب التوقف عنده، بمعنى أن هذا الحسم الذي تتحدث عنه إسرائيل
هو لم يتحقق وبعد، ويجب عدم إعطاء مبالغة كبيرة في ذلك. إسرائيل هي في واقع الأمر تقوم باحتلال قطاع غزة بصورة مباشرة، غزة تحت الاحتلال حتى قبل 27 في كل في عرف القانون الدولي بحكم المحاصرة، بحكم منع قيام دولة فلسطينية، هي في عمليا تحت الاحتلال. الآن الاحتلال خطى خطوة إضافية في الدخول إلى قطاع غزة وجعل الواقع في غزة واقع احتلال بالكامل، كما هو في الحقيقة في الضفة الغربية. وبالتالي الاحتلال عمليا لا يغير من الحقيقة بأن واقع الضفة والقطاع هو واقع بلد محتل بالكامل، وبالتالي المخرج لهذا الوضع هو في إنهاء الاحتلال بالكامل عن الضفة الغربية وقطاع غزة. وإذا كانت السلطة الفلسطينية أصلا هي حالة انتقالية لاتفاق هو مسمى أساسا غزة أريحة، فما بالك عندما يتم تدمير أصلا كل هذا الواقع في غزة بالإضافة إلى التدمير الجاري في أريحة. وبالتالي إسرائيل لا تغير فقط الواقع في غزة، وإنما هي تكتب بشكل نهائي نهاية للاتفاقات والتعاقدية التي تمت مع السلطة الفلسطينية في السابق، وتنهي السلطة الفلسطينية في الضفة أيضا. ولهذا نحن نعتقد بأن الوهم بأن هناك أمر في غزة مختلف عن الضفة هو وهم كبير ويجب أن لا يحصل. منظمة التحرير الفلسطينية تمثل الشعب الفلسطيني، عليها أن تقود كفاحه لإنهاء الاحتلال بشكل كامل عن أرض دولة فلسطين المحتلة في غزة والضفة والقدس، وأن تعمل ذلك بالتعاون مع كافة القوى والفصائل الفلسطينية، وأن تطرح مقاربة مختلفة للواقع الناشئ على قاعدة إنهاء الاحتلال بشكل فوري وسريع، وأن الاستقلال أولاً هو الأمر المطروح وليس معالجات انتقالية جديدة مجزوءة سواء لقطاع غزة أو قصر السلطة في الضفة على ما هو أقل من حكم ذاتي. أعتقد أن هذه هي المقاربة التي يجب أن نتوجه بها للعالم، نساند مقاومتنا للاحتلال لصمود شعبنا في غزة والضفة، وفي ذات الوقت أن المستقبل هو بإنهاء الاحتلال. اليوم التالي هو إنهاء الاحتلال وليس اصطناع أشكال من الحكم في غزة أو استمرار المراوحة في المكان كما هو جاري في الضفة الغربية.